السلام عليكم. لو كان لديك العديد من الدورات التدريبية ولكل دورة تدريبية فيها تاريخ بداية وتاريخ نهاية، نبيك تحسب لي أوتوماتيكيا الأيامات المتبقية وكذلك أوتوماتيكيا كتابة الملاحظات. ولكل كورس طبعا، لو نلاحظ إن في كورسات مازال عليهم 25 يوم باللون الأبيض وهذا باللون الأصفر، واللي فاتوا عليهم واللي تموا باللون الأحمر، فهذا كله بيديروا أوتوماتيكيا. تبع معي شرح البداية. هذه هي قائمة كورسات، كل ما عليك إنك تكتب قائمة كورسات وتاريخ البداية وتاريخ النهاية. فكيف نحسب المتبقي؟ المتبقي يا عزيزي، متبقي معناها عبارة عن تاريخ النهاية ناقص تاريخ اليوم، ولا اليوم المتبقي هو عبارة عن تاريخ النهاية ناقص تاريخ اليوم. فندير يساوي، اللي هو نحدد الخلية هذه اللي هي تاريخ النهاية، نقص منها شنو؟ نقص منها تاريخ اليوم اللي هو today. today هو معناها اليوم، فنقص تاريخ النهاية من today. نفتح قوس ونسكر قوس ونضغط انتر، طلع لي تاريخ بالكيفية هذه. علاش؟ لأن التنسيق المفروض المتبقي يكون بالأيامات، يعني بأيام، يعني يوم اثنين ثلاثة، وليس بالتواريخ. هذا علاش طلع لك تاريخ. فمن هنا غيروا من التاريخ، نمشوا هنا وغيروها إلى رقم. إذا مزبوط اليوم تقريبا، شوفوا قولوا معايا، اليوم 15/8 وتاريخ النهاية يوم 19، فالمتبقي 4 أيام. باهي فيه فواصل عشرية هنا، نحيهم عن طريق الضغط هنا مرة اثنين ثلاثة، وتقدر حتى تنحيهم من التنسيق. كويس، نحيت العلامات العشرية ثم نسحب إلى أسفل. لاحظ في كورسات في متبقي فيهم 4 أيام، في اللي تموا ليهم 3 أيام، في اللي مازال عليهم 25 يوم، وفي اللي تموا اليوم. فلاحظ كل وحدة قداش متبقي منها وقداش اللي هو او تموا بالفعل. فلاحظ ان تاريخ اليوم اللي هو 15/8، وهنا عندك 19/8 في المتبقي 4، اليوم 15/8 وتاريخ النهايه يوم 12، فاكيد تمت لها 3 ايام، فاحسبها لك اوتوماتيكيا. به كيف نلون اهما اللي هو المتبقي، يعني اللي تموا بالفعل، فنبيهم يكونوا باللون الاحمر. فنحدد الجدول كله بالكامل هنا وندير شرط، نمشي لتنسيق شرطي ونختار قاعدة جديدة، ثم نمشي نستخدم صيغة لتحديد الخلايا التي تتم تنسيقها. ومن هنا بمجرد أن نحدد اللي هو الخلية الأولى هذه، ثم نحي علامة الدولار لأن نبي العمود يكون حر بينما الصف لا، فنحي علامة العمود وندير اللي هو أصغر من أو تساوي صفر. يعني لو كان أصغر من أو يساوي صفر، نبيه يكون باللون شنو التنسيق، يكون باللون الأحمر، وندير موافق ثم ندير موافق. إذا لاحظ إن داره لي باللون الأحمر اللي تموا بالفعل، يعني أصغر من أو تساوي صفر أصبحوا باللون الأحمر. به خلينا ندير قاعدة تانية، إن لو كان في أيامات أقل من 5 أيام، يعني يحذرني إن الكورس قريب يتم يكون باللون الأصفر. يعني لو كان أقل من 5 أيام يكون باللون الأصفر. نفس الشيء نحدد جدول بالكامل بالكيفية هذه، ونستخدم قاعدة شرطية تانية نفس القاعدة الأولى، استخدام صيغة تحديد الخلايا، ونحدد نفس الشيء اللي هي هذه، نحدد الخلية الأولى هذه، نحي علامة الدولار من العمود وندير أصغر من أو تساوي 5. يعني لو كان أصغر من أو تساوي 5 نبي يكون بيوم لون، يكون باللون تعبئة، باللون الأصفر، وليكن بالكيفية هذه، ثم ندير موافق. لاحظ إن هنا دار لي كل الخلايا الأصغر من 5 أو تساويها باللون الأصفر، لكن لاحظ معي ان حتى الايامات اللي حددتهم باللون الاحمر اصبحوا باللون الاصفر. يعني الايامات اللي خلاص تموا او تم الكورس فاصبحوا باللون الاصفر. هنا قاعده ركبت فوق قاعده. علاش اختار شنو الاكسل، اختار القاعده الاخيره اللي درتها. من هنا بنعدل الموضوع شويه، نمشي تنسيق شرطي، نختار اداره قواعد. لاحظوا ان القاعده هذه اصبحت فوق هذه، فهذه شو نديرها؟ نركبها فوق، باش تكون يشبهها هي الاولى القاعده هذه، ثم يشبه القاعده هذه الثانيه، وندير موافق. كويس، حلو الكلام. اذا اللي قريب يتموا اصبحوا باللون الاصفر، صحيح، واللي تموا بالفعل اصبحوا باللون الاحمر. حلو الكلام. تو هنا بندير ملاحظات. هنا تو بندير ملاحظه ان لو كان اقل من الصفر او يساوي الصفر يقول لك مضى عليه كذا يوم، لو كان اكبر من الصفر يقول لك ما زال عليه كذا يوم. فهنا بندير ملاحظه اللي هي قاعده اف، اف اللي هي بتطبق لي الشرطة هو، ندير يساوي اف الشرطية، نفتح قوس. هنا لو كانت الخلية هذه أصغر من أو تساوي صفر، لو كانت الخلية هذه أصغر من صفر، نبيك شدير دير فاصلة مقوطة.
لو كان الخليه هذه اصغر من صفر نبيك تقول لي مره على الكورس، مره على الكورس تسكر علامه التنصيصه هي مره على الكورس. شني مره على الكورس؟ يحسب لي عدد ايامات اللي هي تحدد نفس الخليه هذه، وتدير اللي هو اند من جديد، مره عليها الكورس اليوم المعين، مر عليه قداش، مر عليه اللي هو حاجة يوم. يعني شو معنى كلام هو؟ يعني لو كانت دي 2 أصغر من تساوي صفر، معناها يكتب لك مر على الكورس بقيمة الأيام، وبعدين يكتب لك بعدها يوم. علامة التنصيص هي مجرد أنها عبارة عن طباعة، يطبع لك هي، يكتب لك مر على الكورس، هي يحسبها لك، وهنا يطبع لك كلمة يوم. هذه القاعدة الأولى. أما لو كان أكبر من الصفر، اللي هي لو كان محقق لك الشرط، هو الشرط هو لو تحقق يكتب لك هو، أما لو ما تحققش الشرط فهنا لاحظ إن value if false، معناه شي يقول لك، يقول لك ما زال على الكورس، تسكر علامة التنصيص هي نفس الشيء and من جديد، وتحدد الخلية هذه وتدير and من جديد، بعدين تكتب يوم وتسكر علامة التنصيص وتدير اللي هو القوس بتاعك. شو معنى كلام هو؟ معناها لو كانت الخلية هذه أصغر من صفر يقول لك مر على الكورس القيمة يوم. لو كان ما حققش الشرط معناه يقول لك ما زال على الكورس القيمة يوم، وتدير اللي هو انتر. شوف قال لك ما زال على الكورس، إن ما حققش الشرط، إن هذا القيمة هنا 4، معناه يكتب لك ما زال على الكورس كذا يوم. فهنا لأنه ما حققش الشرط فكتب لك ما زال. بيشتبق على باقي الخلايا، تنزلها أسفل وهكي يطلع لك كل شيء. قال لك مزال كورس 4 يوم، حلو الكلام. هنا مر على الكورس 3 ايامات، هنا مزال على الكورس 25 يوم، وبما انها هي قيمه كبيره اكبر من الخمسه فما كانتش بلون اصفر، كانت بلون اخضر. وهنا قال لك مزال كورس 25 يوم، هنا قال لك مر على الكورس 0 يوم، مزال على الكورس 6 ايام، وهكذا كيف ما واضح امامكم. نتمنى يكون الدرس خفيف عليكم وسهل. شكرا جزيلا على الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.